هل شاومي ريدمي 5 بلس هو الهاتف اللي تقدر تراهن عليه انه يستحق الاقتناء في فئته مع كومبيدياوي ودي او اس بيديا؟ وده رايي في شاومي ريدمي 5 بلس. احد الاسباب اللي تخليك تشتري التليفون هو التصميم المبهر والرائع اللي بيجمع ما بين ظهر معدني وتصميم خرافي بيجمع ما بين الابعاد الجديده للشاشات المتوفره في ارقى الهواتف الذكيه، والديزاين زي ما قلت الخاص بالظهر المعدني، مسكه التليفون مع الانحاء الموجوده عند الاطراف ونحافه الهاتف، وان الشاشه بالرغم انها 6 بوصه لكن بتحس براحه كبيره قوي في الاستخدام، وان الابعاد دي فعلا تحفه لان الشاشه طوليه مع تقليل العرض فبتقدر تتحكم في مسكه الجهاز بشكل افضل. شاومي كمان اهتمت بالتفاصيل فقدمت كفر مصنوع من السيليكون الشفاف اللي بيحمي ظهر الهاتف المصنوع من المعدن مع المحافظه على اظهار لون الهاتف، مع توزيع الوزن بشكل رائع على كافه مساحه الهاتف بفضل البطاريه اللي بسعه 4000 ملي امبير واللي فعلا كان ادائها رائع جدا، زياده عن 7 ساعات سكرين اون وده رقم ممتاز، لكن للاسف مفيش دعم للشحن السريع وبتاخد حوالي 3 ساعات شحن، فالبطاريه في الهاتف رائعه لكن كنت اتمنى دعم الشحن السريع. لكن اللي عجبني هو ذكاء شاومي في زرها لباقي الشركات انها نزلت الهاتف بنسختين، سعه 3 جيجا رام مع ذاكره 32 وبسعر حوالي 3222 جنيه، ونسخة ال 4 جيجا رام ذاكرة 64 بسعر 3666 جنيه فقط. وبكده حرفيا شاومي جابت صبارة ودفنت باقي الشركات في السعر ده وش. وهتعرف ليه دلوقتي. انت بتاخد هاتف بيدعم شريحتين او شريحة وميموري، لكن ما اظنش انك هتحتاج ميموري مع الذاكرة الكويسة دي. ضيف على الخلطة دي بصمة متميزة، مجرد ما تلمسها تفتح وده فعلا متميز، وتقدر تقفل بيها التطبيقات بدون اي تطبيقات خارجية، فبشكل عام انا راضي عن اداء البصمة. وده يخلينا ننتقل للاضافه الثانيه. شاومي كالعاده بتدعم وجود الاي ار للتحكم باجهزه المنزل زي التلفزيون والتكييف وخلافه، وتقدر تقفل البروجيكتور على الدكتور في المحاضره ما انت معاك ريموت كنترول عالمي. بالمناسبه الهاتف بيحتوي على لمبه اشارات لكن لونها ابيض بس، وده بيخلينا ننتقل للشاشه. احد اكبر الاسباب اللي تشتري الهاتف بسببها دقه فول اتش دي بلس، زوايا ورؤيه ووضوح جيده جدا، كثافه بكسلات 403 بكسل في البوصه، يكفي الزوايا الدائريه الموجوده في شاشه الهاتف من ديال الهاتف لمسه تصميم ممتازة ممتازة ممتازة. الشاشة برغم انها بحجم 6 بوصة لكن شكرا للابعاد الجديدة 18 ل 9 اللي بتخلي الشاشة اطول واقل في العرض، ففي راحة بالرغم انها 6 بوصة. الشاشة مش عليها اي طبقة حماية لكن عليها طبقة من نوع 2.5D اللي بتدي شكل جمالي عند الاطراف. انت اصلا هتشتري التليفون يعني عشان التصميم اللي بسبب الشاشة، وضيف عليهم كمان الاداء الخرافي، 3 او 4 جيجا رام حسب سعة الهاتف اللي انت هتختارها، وضيف عليهم معالج كوالكوم رائع سناب دراجون 625 اللي بيديك اداء ممتاز في السعر ده مع توفير بالطاقه. الهاتف ده او المعالج ده يتفوق على هواتف تتعدى ال 5000 جنيه. تردد 2 جيجا هرتز، معالج رسومي محترم ادرينو 506، معالج اثبت فعلا كفاءته ومش محتاج اتكلم عليه لان راجعته قبل كده، فما تتكلمش عن اداء خالص مع شاومي، انت بتاخد افضل اداء لمعدل الهواتف الاعلى منه بفرق كبير. شوف بيحقق كام على انتوتو، انت بتتكلم في تليفون بالسعر ده بيديك زياده عن 60000 نقطه، انت محتاج ايه تاني؟ السوفت وير مش هتكلم عنه تاني، انت بتاخد سوفت وير يعتبر من افضل الواجهات على مستوى العالم، تحديثات اسبوعيه او شهريه حسب النسخه اللي انت تختارها، تحديثات بتوصل لاجهزه عدى الاربع سنين، اضافات مميزه من اطنان النثمات لميزه نسخ التطبيقات اللي تخلي عندك 2 واتساب بسهوله بدون اي مشكله على سبيل المثال، او السكند سبيس اللي بتحول تليفونك حرفيا لهاتفين مستقلين كل مساحه ليها الداتا والتطبيقات الخاصه بيها، كانك شايل تليفونين في تليفون واحد. احد اكبر الاسباب اصلا اللي تخليك تشتري اجهزه شاومي هي الواجهه بتاعتها بشكل عام. كمان الهاتف بيدعم الجيروسكوب وفيه كميه سنسورات كبيره قوي، وبالتالي تقدر تستخدمه في نظارات الواقع الافتراضي او مشاهده فيديوهات 360 درجه الخاصه باليوتيوب والفيسبوك وخلافه. وده خلينا ننتقل للكاميرا. كاميرا بدقه 12 ميجا بكسل بفلاش ثنائي، وكاميرا اماميه بدقه 5 ميجا بكسل وبرضه بفلاش. بص مش هنجمل ولا هنطبل ولا هنعيد يعني كتير، في ثلاث قواعد امشي عليهم. مفيش كاميرا واو تحت فئه ال 5000 جنيه. الكاميرا هي اكتر شيء بيتاثر بسعر وفئه الهاتف وقيمه البراند. انت بتشتري تليفون مش مكمل 200 دولار، كاميرا ايه اللي تتكلم عنها يعني؟ قليل من الانصاف. القاعده الثانيه، لو هتشتري تليفون من شاومي فانت هتاخد اعلى حاجه موجوده في السوق باقل من نص السعر، لكن ما تركزش في الكاميرا لانها مش هتكون الافضل في السعر ده، وهفهمك ليه دلوقتي. القاعده الثالثه، ما تنساش القاعده الثانيه، الكاميرا هتصور صور حلوه وعاديه لكن ما تفكرش انك هتاخد صوره واو زي ما اخدت اداء واو، زي ما اخدت بطاريه واو، زي ما اخدت تصميم وشاشه
واو، هتضحي بإيه علشان إيه؟ الفئات المتوسطة معروف إنها خلطات، كل شركة بتضيف كم ميزة مقابل كم عيب، ووظيفتك إنك تختار إيه اللي يلبي احتياجاتك. شايف الميد تيل لايت والأوبو اف 5 اللي هناك دول ب 5000 جنيه، شايف ريدمي 5 بلس اللي ب 3222 جنيه، سهل جدا ياخدهم ورا مصنع الكراسي في كل حاجة ما عدا الكاميرا، وهيكون موفر في الفلوس حوالي 2000 جنيه أو 1000 ونص طبعا حسب الساعة اللي أنت هتختارها سواء 32 ولا 64. الميد تيل لايت والأوبو اف 5 هواتف اغلى من الريدمي 5 بلس، ومع ذلك اقل منه في الاداء وفي السوفت وير وفي البطاريه اللي اصلا هم دول العمود الفقري لاي جهاز بتستخدمه. فانت بتجادل في ايه؟ العيب الوحيد بالنسبه لي في الهاتف ده، لاني حقيقي مش عاوز كاميرا واو لو هاخد باقي المواصفات دي، لكن هو عيب وحيد بسبب ان ما اتعودتش من شاومي على كده، هو عدم وجود شحن سريع. اه مش عيب واو، لكن تاني مش ده اللي متعود عليه من شاومي، بالرغم من انك لو قارنت تاني بالميت لايت والاوبو اف 5 هتلاقي بطاريتهم اقل وبرضه بياخدوا 3 ساعات شحن، لكن سعرهم تاني اغلى. يعني انا اخترت اضحي بالكاميرا اللي برضه مش هتكون واو في السعر ده في اي جهاز تاني، واخد معالج ومعدن وشاشه وتصميم واي ار وبطاريه، فبناء عليه انصح بشده بسلسله الريدمي 5 والبلس. الريدمي 5 العادي موجود برضه مراجعته على القناه والرابط في وصف فيديو، ومبروك حقيقي لشاومي الفئه السعريه دي بسبب الوحشين دول، يعني مفيش فيها جدال. يعني انا شايف ان من شاومي لباقي الشركات طريق السلامه انتوا، خلاص ما عادش فيه يعني المنافسه فعلا في الفئه دي بسبب الهواتف دي هتبقى صعبه حقيقي. انا كده خلصت، لكن لو عجبك الفيديو وشايف انك استفدت منه فممكن يوصل لك اشعار باحدث المراجعات وقت نزولها من خلال الضغط على اللوجو اللي ظهر لك دلوقتي او من زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو. ما تنساش لايك الفيديو وشير مع اصدقائك وتابعتنا على الفيسبوك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.